مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. مرحبا بكم في قناة طموح. بناء على طلبكم قدمنا لكم هذه الشخصية التي أصبحت الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح كل من يشاهدها على التلفاز يسأل من هي ليليا أبو يحيوي. ليليا أبو يحيوي، والتي اشتهرت بدور حمامة في مسلسل عاشور العاشر، هي من مواليد سنة 1993، تعود أصولها من ولاية قالما. في طفولتها كانت تحلم أن تصبح عارضة أزياء وممثلة في السينما. دخلت كعارضة أزياء في سن 18، وقد درست ليليا تخصص السياحة والفندقة. الكثير منكم لا يعلم أن ليليا دخلت مسابقة ملكة جمال الجزائر لسنة 2014 ووصلت إلى مرحلة توب 20، إلا أنها انسحبت من المسابقة ولم تكمل. ليليا أبو يحيوي دخلت التمثيل بعد أن قدم لها أول عرض من طرف المخرج السوري عباس الخطيب عند قيامها بكاستينج لإعلان تجاري، ولعبت دور ابنة عبد الحميد بن باديس. في وقت مضى تمت قرصنة حساب ليليا على الانستغرام، والذي كان يبلغ آنذاك 230 ألف متابع. والعجيب في الأمر أنها استرجعته بعد أن قامت بشراء حسابها بمبلغ 2 ملايين، ويبلغ حاليا حسابها على الانستغرام أكثر من 830 ألف متابع. ولكل من يسأل عن ماذا تحب ليليا، فإن أفضل مغني في نظرها هو شاب خالد، والموهبة الأقرب لقلبها ألا وهي التمثيل، وأسوأ ما في شخصيتها ألا وهي الأنانية. ليليا أبو يحيوي في إحدى التصريحات التلفزيونية قالت أنها تفضل العائلة على التمثيل، وقد تزوجت مؤخرا برياضي في الفنون القتالية واسمه طارق، وهما يقيمان حاليا في الجزائر العاصمة. أرجو أن تكون هذه الشخصية قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا. سلام.